مهم بننشر لحضراتكم أهمية قاعدة 3 يوليو الاستراتيجية. هذا الخبر مهم، تابعوا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا التفاصيل. وبعد التشكيك في دور الإمارات ضد مصر، أول تعليق من محمد ابن زايد بعد افتتاح قاعدة 3 يوليو، وقرار عاجل من وزير الداخلية المصري، بننشر لحضراتكم التفاصيل. ومفاجأة، مرتضى منصور يكشف موعد عودته للزمالك. في البداية صلى على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحية مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ في تفاصيل أول خبر معانا ومهم، بننشر لحضراتكم أهمية قاعدة 3 يوليو الاستراتيجية. المستشار بأكاديمية نصر العسكرية المصرية اللواء نصر سالم أوضح أن أهمية قاعدة 3 يوليو التي تم افتتاحها أمس السبت تكمن في سياسة وضع قواعد تمركز لقوات في أي اتجاه للتهديد. يعني لو تفتكروا كده، السنة اللي فاتت كانت تركيا بتهدد أمن مصر القومي من الاتجاه الاستراتيجي الليبي، فيعني ما كانش فيه قاعدة قوية في هذا الاتجاه. هذه قاعدة يعني من أكبر قواعد الجو بحرية في مصر. وفي تصريح لقناة أون المصرية، اللواء سالم قال الاتجاه الاستراتيجي الشمالي لمصر معرض لتهديد بما يعني عدوان محتمل، بالإضافة إلى الخط الاستراتيجي الغربي الذي يشهد بدوره تهديد محتمل. وأشار أن الخط الأحمر في ليبيا الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق سيرة الجفرة، مضيفا أن هذا الخط لا يزال خطا أحمر حتى الآن بما يمثله من تهديد محتمل، وطبعا مطلوب قدر من القوات قادر على رد أي عدوان من هذا النوع في هذا الاتجاه وظهره. وتابع قاعدة 3 يوليو مسؤولة عن تأمين الاتجاه الاستراتيجي الشمالي لمصر وكذا الغربي بالتعاون مع بقية القوات الموجودة في قاعدة الإسكندرية، وهي قوات قيادة المنطقة العسكرية الغربية والقيادة الغربية الجوية. المصدر معانا كان من صحيفة الوفد، ويعني أنا مبسوط جدا من هذه القاعدة لأن هي تعتبر من أكبر قواعد في منطقة الشرق الأوسط، قاعدة 3 يوليو الجو بحرية. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو. يلا ندخل على تفاصيل الأخبار. ننتقل لخبر آخر معانا، وبعد التشكيك في دور الإمارات ضد مصر، أول تعليق من محمد بن زايد بعد افتتاح قاعدة 3 يوليو. طبعا كلنا شوفنا امبارح أن الشيخ محمد بن زايد كان يعني حاضر مع الرئيس السيسي افتتاح قاعدة 3 يوليو. الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي أعرب عن سعادته بحضور افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية في منطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر. وكتب بن زايد في تغريدة نشرها على تويتر: سعدت بحضور افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية المصرية في منطقة جرجوب. مصر بقيادة أخي عبد الفتاح السيسي تشهد إنجازات بارزة في مختلف القطاعات الحيوية. وأضاف كل التوفيق للشعب المصري الشقيق في مسيرته نحو البناء والتنمية. الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح قاعدة 3 يوليو أمس، وكما ذكرنا من قبل. طبعا في ناس يعني بتطلع وبتهاجم الإمارات، مش عارف ليه، يعني هل هم ممولين من قطر أم يعني اختلط عليهم الأمور؟ لان يعني في حاجات كده ما بنبقاش يعني متاكدين منها، فمش هنعمل محللين عسكريين او سياسيين. محدش فينا من اللي بيطلع على السوشيال ميديا يعني اعتقد دارس سياسه او محلل سياسي. ممكن اتكلم انا على شخصي، انا مجرد شخص بنقل لحضراتكم الاخبار مش اكتر ولا اقل. اترك لحضراتكم التعليق. انا من وجهه نظري البسيطه شايف ان دور الامارات مع مصر شيء مشرف وجميل جدا، واللي حصل امبارح بيدل على ذلك، ان الشيخ محمد بن زايد كان قاعد جنب الرئيس السيسي. فبكل بساطة لو الرئيس السيسي شايف ان الشيخ محمد بن زايد يعني عدو لمصر او بيتآمر على مصر،
اكيد يعني مش هيقعدوا جنبه او هيبقى فيه يعني اجراءات ضد دولة الامارات، ولكن احنا شايفين العكس تماما، ودايما اللي بيحصل من تحت لتحت غير المعلن، في حاجات كتير احنا ما نعرفهاش، فما نحكمش من الحاجات الظاهرية لان الباطن بيبقى اكبر. ننتقل لخبر اخر معانا، ومفاجأة، مرتضى منصور يكشف موعد عودته للزمالك. طبعا دي مفاجأة لينا كلنا، مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري المنحل أعلن عن تواجده في مقر القلعة البيضاء يوم الخميس والجمعة القادمين بصفته الرئيس الشرعي للنادي الأبيض. مرتضى منصور قال في مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي على فيسبوك: سأذهب يوم الخميس في تمام الساعة 6 مساء لمقر نادي الزمالك، وكذلك يوم الجمعة أيضا. وقال: سأذهب لمكتبي في نادي الزمالك لأنني رئيس الزمالك الشرعي كما أكدت المحكمة. منصور توعد بالكشف عن كل الملفات الغامضة يوم الثلاثاء المقبل وسبب رحيله عن النادي والمخالفات المالية وعن أسماء مرتكبي تلك الجرائم وبالمستندات. وفي وقت سابق محكمة القضاء الإداري في مصر قضت بقبول الدعوى المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوى لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي. المصدر معانا كان من الصفحة الرسمية لمرتضى منصور على الفيسبوك. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، يعني المفاجئ جدا والغريب. يعني إذا كنت زملكاوي أو أهلاوي أكيد يعني هتتصدم من هذا الخبر. طبعا أترك لحضراتكم التعليق، وهل أنتم شايفين مرتضى منصور صالح لرئاسة نادي الزمالك أم لا؟ أنا شايف إن في عصره نادي الزمالك بقى في وضع يعني سيء. أترك لحضراتكم التعليق، وننتقل لخبر آخر سريع معانا، وقرار عاجل من وزير الداخلية المصرية، بننشر لحضراتكم التفاصيل الآن. وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق أصدر قرارا بإبعاد ياسر صالح أحمد المحنقي يمني الجنسية خارج البلاد، ولم توضح الداخلية المصرية الأسباب المباشرة والمحددة للإبعاد، مكتفية بالقبول إنها تتعلق بالصالح العام. ونشرت الجريدة الرسمية أمس السبت قرار وزير الداخلية الذي تضمن قرار رقم 917 لسنة 2021 بأن يبعد المدعو ياسر صالح أحمد المحنقي يمني الجنسية مواليد 1/1/1980 خارج مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام. المصدر معانا كان من الوطن، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا لنهاية مجموعة الأخبار اللي معانا في الوقت الحالي، أتمنى أكون يعني خفيف على حضراتكم، بحبكم جدا وبحب تعليقاتكم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.